هل تؤثر طبيعة العلاقات بين سلطنة عمان وإيران على موقف السلطنة من مقترح الاتحاد؟ جدا. انا بصور انه هناك ضغوط ايرانيه على السلطنه ايضا. نعم. وهذه الضغوط واضحه تماما في يعني ابتعاد السلطنه عن الخط العام لمنظمه مجلس التعاون الخليجي. القوه الوحيده في منطقه الخليج التي تعارض وحده دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعارضها بعنف هي إيران. وهناك في تصوري جهد إيراني كبير داخل سلطنة عمان لإبعادها عن المنظومة الخليجية. نحن نخاف على عمان من هذا الابتعاد، ونخاف على منظومة مجلس التعاون الخليجي أن تتحول عمان إلى ديفرسوار إيراني في المنطقة. طب دكتور، ما هي أوراق الضغط التي في أيدي إيران تجاه سلطنة عمان لكي تجعلها بهذا يعني الانصياع ويعني عجينة طيّعة لينة في يدها؟ طبعا موضوع هرمز واشتراك السلطنة مع عمان مع ايران في الاشراف او الاطلاله على مضيق هرمز. يعني هذا الامر في رايي يؤثر كثير على الميزان النفسي بين الايرانيين والعمانيين. ترى عمان لا تشكل الا 6% 6% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. يعني ترى أنه لا يمكن أن يؤثر انسحاب سلطنة عمان على مجلس التعاون الخليجي في حل الاتحاد؟ ما أسمع. يعني لو أن يعني هذه النسبة كما تذكر سليمة تماما و6% من اقتصاد مجلس التعاون، هل ترى أن سلطنة عمان إذا ما انسحبت من هذا الاتحاد لا يؤثر ذلك على اتحاد مجلس التعاون الخليجي؟ هو يؤثر، لكن لا يؤثر اقتصاديا، لا يؤثر اقتصاديا، يؤثر استراتيجيا، يؤثر سياسيا، يؤثر نفسيا على شعوب مجلس التعاون الخليجي. نعم. لكن عمان لا تشكل الا 6% من اقتصاديات منظومه المجلس. نعم. وانا اتصور انه اليمن ممكن ان يعني يسد ثغره كبيره من ناحيه القوه العامله ومن ناحيه البعد البشري والطاقة العمالية اللي تحتاجها دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. والجيش اليمني مدرب يا دكتور، يعني الجيش اليمني جيش نظامي مدرب منذ القدم، يعني أما سلطنة عمان ليس لديها جيش أصلا. يعني تقصد اليمن؟ يعني اليمن له جيش مدرب نظامي منذ القدم جدا. يعني خلاف سلطنة عمان يعني ليس لها قوة عسكرية في المنطقة. يعني لا سلطنة عمان لديها، بالعكس لديها يعني جيش مدرب، وخاصة انه تدرب في حرب ظفار لفترة طويلة من الزمن وتحت اشراف الانجليز. ولكن انا اتصور ليس هذا الموضوع، الموضوع انه يعني استفراد عمان وابتعادها عن هذا الاتحاد سيؤثر نفسيا كثير على دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه في تصوري ممكن ان يقوم الاتحاد دون عمان. طيب. وممكن ان ينجح هذا الاتحاد. نعم، يعني هذا رايك يعني، لكن الا يؤثر كذلك التعاون الاقتصادي الايراني العماني على اعتبار ان ايران لها اقتصاديات كبيره في سلطنة عمان كما هي اقتصاديات داخل الامارات العربيه المتحده؟ يعني يقال ان هناك 40% من تجاره الامارات في يد الايرانيين. لا، هذه مبالغة كبيرة، ولكن أنا أعتقد أنه يعني صاعهم وباعهم في السلطنة أكثر بكثير من الإمارات. نعم. طيب هل تخشى إيران بالفعل من فكرة قيام اتحاد خليجي يا دكتور؟ جدا. لأنه الاتحاد يوحد جهات القرار ويوحد الجغرافيا.
نعم. يعني لو 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 علم صدام حسين ان حدود الكويت لا تقف عند منطقة الخفجي في جنوب الكويت، انما حدود الكويت الى جنوب السعودية في جيزان، سيعيد النظر في غزو الكويت، فهمت كيف؟ نعم. ولو علم الايرانيون ان حدود البحرين لا تنتهي عند جزيرة البحرين بل تدخل الى وصولا الى جدة، سيعيد الايرانيون حساباتهم في علاقاتهم بالبحرين. ولذلك انا بتصور انه الاتحاد يعني له يعني ميزات استراتيجية وعسكرية لا حصر لها، لكن للأسف غياب الإرادة بين دول مجلس التعاون الخليجي والحساسيات المفرطة اللي بين العائلات الحاكمة لدول المجلس هي السبب الوحيد الذي يحول دون هذا الاتحاد. ولا زلت أطالب باستفتاء شعبي في الدول الست على موضوع الاتحاد. يعني إذا ترى أن هذه الرؤية لتوحيد دول الخليج استفتاء شعبي. نعم. ترى أن هذه هي الرؤية لتوحيد دول الخليج استفتاء شعبي. أظن أن هذه الرؤية لو طرحت على استفتاء شعبي لوافق أغلبية شعوب مجلس التعاون الخليجي عليها، ولأجبر الحكام على المضي بها. سؤالنا الأخير دكتور، ماذا عن يعني التعاون والعلاقات الوطيدة بين الشقيقة مصر وبين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا المد الصفوي والخطر الصفوي كما تقول؟ يعني أرى أن العلاقات في بالمرحلة الأخيرة كانت يعني على أفضل ما يكون. والله أنا بتصور أنه مصر ينبغي أن تلعب دورها المهم جدا في موازنة الدور الإيراني. يعني مصر هي زعيمة العالم العربي، ومصر هي مقر الأزهر الشريف. مصر هي يعني رأس الحربة العربية، هكذا يعني تربينا على فهم مصر. ولذلك أنا أتصور ينبغي أن تستدرج مصر شعب استطلع من أزمتها الداخلية هذه، وتأتي إلينا لتلعب دورها المرجو والمرتجى في منطقة الخليج. شكرا الأستاذ الدكتور عبد الله نفيس المفكر السياسي الكبير والأكاديمي الكويتي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.